طيب نبص على الصورة اللي بعدها. آخر مرة بكيتي إمتى؟ قصدك على حدا مات؟ الله يرحمه حسين الإمام، زعلت عليه كتير. لما جالكوا الخبر حسيتي بإيه؟ انصدمت، ما صدقت، حتى لما محمد خبرني على الهوا، كنا على الهوا، قال لي حسين الإمام مات. قلت له مين حسين الإمام؟ مين بتاعنا؟ يعني ما كنت بدي أصدق. الله يرحمه ويصبر أهله. الله يرحمه. إيه. في برنامج رامز لما طلعتي معاه السنة اللي فاتت، ناس كتير انتقدوكي في ردة فعلك. ينتقدوا؟ أنا ردة فعلي كانت بين أربع حيطان، مش طلعت على الشارع عملت ردة فعل. ردة فعل على شيء غريب كان عم بيصير معي، أصوات قطط وخف، يعني أشياء غريبة عم بتصير، وللحظات حسيت حالي في حدا عم بده يموتني، يعني خفت. نبص على الصورة اللي بعدها. مين الأخ؟ ده مدرس ماسك العصاية الهايفة وهمي. يا روحي. ممكن تضربي مين؟ لما كنت صغيرة طفلة انضربت كتير. مين؟ يعني بحجة التهذيب والتعليم. الوالد مثلا؟ لا، أنا ما عشت مع بي، أنا عشت مع أمي. عشت بمدرسة داخلة، سو كان فيها قوانين صارمة، كان عنا راهبة قاسية، كان عنا نظام قاسي يعني. سو الضرب بالنسبة لإلي عادي أنا وصغيرة، بس أنا وكبيرة ما بسمح لهالشي يصير ابدا. نبص على الصوره اللي بعدها. هيفا، مكان نيكول كيدمن. يا ريت. طلعوا كلام كتير قوي على هيفا. دي ايدين نيكول كيدمن البيضه، شوفي اللون. يعني الاثنين مع بعض. قالوا كتير قوي ان هيفا يمكن اخذت 5 مليون دولار مؤخر صداء. مش حقيقي الكلام ده، مش صح ابدا. يعني الرجاله ما بتصرفش كتير. مش مساله ما بتصرف هيفا علشان. لا مش ده الموضوع، مش رضا. موضوع، لا مش ده الموضوع، مش موضوع صرفه. موضوع طلاقي، مش حقيقي الكلام ده خالص. لو يعني انا ما سمعت كتير هالموضوع، بس بما انه عم تساليني، كان مؤخري هو عباره عن ليره ذهب، يعني شيء رمزي ومعنوي ونسخه عن القران الكريم بس. لكن ما خدتيش فلوس زي ما اتكتب؟ لا طبعا ما اخذتش فلوس زي ما اتكتب، ما انا ما قريتش اصلا الكلام ده. لا الكلام بس ده كل شيء صار بين الزواج والطلاق بعلاقه مره ورجال، شو عامل لي هذا او شو يعني اللي جوات العلاقه الزوجيه، ما حدا خصه فيه.